ربنا يرحم كل شهدائنا اللي هم اكيد دلوقتي في مكان افضل، ولولاهم ما كناش لغايه دلوقتي عايشين في امان وفي سلام، وزي ما سمعنا كتير ان حدود مصر زي ما هي، كل ده اكيد بيرجع لهم الفضل الاول. هبدا حواري مع الاستاذه فاطمه، واكيد يوم زي ده كل سنه في نفس الميعاد بيكون فيه احتفال، بيكون فيه تكريم، بيمثلك اليوم ده ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا والدة الشهيد الرائد سعيد حمدي سعيد، استشهاد بئر العبد 30/8/2020. التاريخ محفور في قلبي وفي روحي. التاريخ ده تاريخ زفة العريس للجنة. ده اليوم اللي سعيد الملائكة زفته وطلعت بيه السما، وشهد عليه ربنا وملائكته. سعيد سعى للشهادة، سعى لها بحب وتمناها في كل وقت من وهو صغير، يدخل الكلية الحربية. ما فرقش معاه إن كان وحيد أو لا، لكن أنا كنت زرعة فيه دايما إن هو مش وحيد. افدي بلدك بروحك ونفسك وهتفضل حي، لأن الشهيد الوحيد هو اللي بيموت جسم جسد، لكن روح لا، بيفضل حي. ابني حي يرزق. سعيد الابن البار والاخ وصديق وزوج، كل حاجة في سعيد بتبقى كيان لوحده. ده فقيدي شهيدي سعيد منعم في الجنة. انا مش زعلانه ان سعيد شهيد، بالعكس انا افتخر وليا الفخر ان سعيد حمدي سعيد شهيد. حفر دمه اسمه بدمه، احنا كلنا على فكره فخورين عشان يتسجل في سجل القوات المسلحه. ايوه، برغم الدموع اللي انا حاساها في عينك الا ان حاسه في ايمان، في صبر، في ايمان بقضاء الله، في تحدي ان لا مصر تستحق ده وتستحق كل ولادها. وبالفعل سعيد كان كاتب كده في رسالته. ايوه، سعيد كتب رساله قبل استشهاده بست شهور، وطلب ان ما حدش يطلع على الرساله دي غير بعد استشهاده. كان كاتبها خصوصا ليوم زي ده، كان حاسس كان حاسس اللي أنا. هو اليوم الشهاده اللي هو أيوه. اليوم الوفاء، اليوم اللي كل مصر بتقول ان الشهداء دول تاج على رؤوسنا. الشهيد سعيد لما كتب رسالته بيقول انا الشهيد المصري اليوم تحتفي بي مصر، انا الشهيد المصري. بيكلم مصر وبيكلم المصريين، بيقول لهم حافظوا على بلدكم. سعيد بيقول انا الشهيد المصري الذي زرف دمي هناك في سيناء، انا الشهيد المصري ما زلت انا حي يرزق عند الله. كتب لك ايه على وجه الخصوص امه اللي عارف ان هي اكتر واحده في العالم كله، يعني فقدانه قد ايه حي يعني هيضنيها؟ سعيد قال رساله ليا لامي، اخترت ان تكوني يا امي من نساء اهل الجنه، الى من ما زالت الدموع تنفطر من عينيها، الى من تدخل غرفتي وما زالت تبحث عن اشيائي، الى امي. ربنا يديكي الصبر دايما يا رب. الام هي المدرسه الاولى اكيد، ودايما اقول كده، المدرسه الاولى اللي بتزرع في ابنها او بنتها الخصال الطيبه، ولو الام دي زرعت هتحصد. وانا حصدت مكانتي في الجنه جنب سعيد. ايوه، لانها ياخد بايدي فيها.